بعد ساعة ونص تعب مع ريادة المسي والقري والهلولة وصلنا الكورنيش اسكندرية. عاد أقول حاجة مهمة أما أتكلم في أي حاجة، نرجو منكم الاشتراك والتفاعل مع لايكات مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس. لما نيجي نحط على اليوتيوب نيجي نقول لك اترك تحري كتاب النهاردة تاني يوم تخش. أنا عايز أقول وانت واحد مجنون مع احترامي الكلمة، أنا عن نفسي بقول معلومة صح المية في المية، مش حد مجنون في الدنيا هيخش تاني يوم. حرق الدهون والتخسيس اتعلمه أنا كواحد لاعب رياضة من سنوات. أنت يظهر حرق الدهون وإنك أنت مثلا خسيت 3 كيلو 4 كيلو في خلال شهر، يظهر عندك هل أنت خسيت ولا حرقت دهون ولا لا. فما فيش حد، ما تصدقوش الكلام في اليوتيوب. أنا واحد بعمل رياضة وبتعب، يظهر عليك حرق الدهون أو التخسيس عشان تخس في خلال شهر، تعرف بقى أنت نزلت 2 كيلو 3 كيلو بس مع إيه بقى؟ مع رجيم الأكل. أنا لكم مشروب السحري الصحي، مش المشروب السحري اللي دمر الكلية واللي دمر الصحة. تشرب يقول لك تشرب ليمون، ليمون أصفر كبير تشربه على معدة أو على الريق. ليمون كبير أصفر حطه في مية، أو تشرب لك شاي أخضر على الريق. ونشرب نكتر المية ونعمل رجيم الأكل، رجيم الأكل مع رياضة. مفيش حد في الدنيا مغنون هيقول لك أنت هتخف تاني يوم، ده ما ينفعش يبقى مدرب. أنا واحد لعب رياضة بقول له معلومة صح. أي حد هيخش لازم يصبر على نفسه. حرق الدهون يحتاج إلى صبر. واحد مجنون اشرب مشروب مش عارف ايه وبكره هتخس والكلام ده، الكلام ده غلط. انت دلت اي حد تدعو انا عجوز، انا واحد لعب رياضة من 10 سنوات ويعتبر بقوله معلومة صح. فاللي عايز يخس لازم يصبر، وما نستعجلش على حرق الدهون. امتى عايز تعرف امتى تخس وخلصت وبس، وشكرا لكم.